هل يجوز للرجل أن يسلم ويقبل بنت أختي من باب التحية كلما زارهم؟ لا بأس، حتى لو كانوا بالشارع. لما لو كانوا بالشارع فهذه شبهة، والنبي قال إنها صفية، إنها صفية. أما الدليل على الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى فاطمة عليها السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت إليه فاطمة عليها السلام قام إليها فقبلها وأجلسها.